السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس خالد أحمد المرزي من قناة tiftok.com. أرحب بكم في درس اليوم في الميكروتيك عن كيفية أو طريقة خنق مستخدمي الفريدم الذين يسببون لنا مشاكل كثيرة في شبكات الهوت سبوت. اليوم سنأخذ فكرة حصرية ورائعة عن كيفية خنق هؤلاء المستخدمين بحيث ينعدم تأثير الفريدم نهائيا عن جهاز الميكروتيك. طريقة جربتها عندي لمدة أسبوع وأثبتت فاعلية كبيرة جدا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ هذا الشرح. لنأخذ نبدأ أولا عن طريقة عمل الفكرة. نفرض أن هذا الجهاز، بسم الله، لدينا هذا الجهاز الأول، هذا الجهاز وهو الجهاز الذي قام بتسجيل الدخول إلى شبكة الهوت سبوت. إذن هذا جهاز مسجل الدخول إلى شبكة الهوت سبوت، هذا غير مسجل الدخول إلى شبكة الهوت سبوت. إذن الفكرة الرئيسية تتمحور أننا سنضع هنا address list DNS DNS. بمجرد وصول هذا الجهاز إلى عنوان الـ DNS ستكون السرعة المفتوحة، بينما عندما يصل الجهاز الغير مسجل للدخول تكون سرعة الـ DNS حصرية 2 كيلو بايت فقط. فتخيل معي أن الشخص هذا يريد أن يصل إلى الموقع عبر الفريدم، يعني هذا سيرفر الـ DNS ويريد أن يصل عبر الفريدم، ستكون سرعة الاتصال 2 كيلو بايت في الثانية، يعني يموت أحسن من ما ينتظر. فهذا يدخل للـ DNS غير محدد السرعة، وهذا يدخل للـ DNS محدد السرعة، طبعا عبر الـ Q3. ما استغرقش عليكم وقت أكبر أواضي الشرح، ندخل نطبقه مع في الانبوكس. بسم الله، أولا أدخل هنا إلى الخط كي أوضح لكم. انظروا طلبات الـ DNS ككل حق الشبكة كلها ما تتجاوز سرعة 9 كيلو بايت في الثانية وأربعة، يعني سرعة بسيطة، بينما إذا ارتفعت إلى 50 120 هذا يعني إن في شخص فاتح دي إن إس، يعني في تتبع أي بي دي إن إس. لذلك إحنا بنحدد سرعة للمستخدم اللي ما سجلش الدخول في أي بي دي إن إس باثنين كيلو. جدوى هذا الطريق، نلاحظ الآن خلال 24 ساعة كم سحب من الدي إن إس. لاحظوا معي هنا ساحب 4 أو 5 ميجا خلال 24 ساعة تسجيل دخول، تقريبا 24 ساعة، يعني 5 ميجا في ال 24 ساعة قيمة البايتات الذي يحتاجها الـ DNS خلال ال 24 ساعة التي حددناها له. طبعا الآن أنا بمسح الخطوات وأعود إليكم لنطبقها من جديد. طبعا في الخطوة الأولى أسجل الدخول للوين بوكس وأتجه إلى IP وبعدين إلى فايروول أدرس ليست، وأضيف أدرس ليست باسم DNS وادخل الى عناوين الدي ان اس الذي انا مستخدمها في الميكروتك. هنا انا مستخدم دي ان اس جوجل، يعني ان تدخل الدي ان اس الذي هو تبعك، تمام. اضيف الدي ان اس الثاني، ضفنا الان عناوين الدي ان اس في الاي بي ادرس ليست. اوكي، كما اتفقنا الان احنا بحاجه الى كيو 3 عشان نعمل تحديد لسرعة الـ DNS في الأجهزة الذي هم غير مسجلين الدخول في صفحة الهوت سبوت. لذلك سننتقل الآن إلى المانجر. انتقلت الآن إلى المانجر، أقوم بإضافة رول جديد على ما هو بير أوتينج أدفانس الديستنيشن أدرس ليست، أحددها الـ DNS الأدرس ليست الذي تبعي. أدخل من إضافي إكسترا إلى خانة الهوت سبوت وأختار المستخدمين المسجلين الدخول. لا، إذا في حالة أن المستخدم غير مسجل دخول، هنا غير مسجل دخول، إيش تعمل؟ أدخل للأكشن، أعمل لي نيو مارك باكت، مارك باكت، نلغي الباس ثرو، نعمل نيو مارك باكت نسميه DNS. اذا بيدخل يعمل لنا علامات جديدة للباكتات الخاصة بالـ DNS في حال انه الهوت سبوت غير مسجل دخول. نعمل اوكي، شغال هنا بيعمل مارك باكت. الان انتقل الى
انت قلت الى الكيو وانقر على الكيو تايب واضيف كيو جديد اسميه مثلا دي ان اس او اي اسم، ومن هنا اختار بي سي كيو كيو. في الريت اخليه 2 كيلو بايت، وهنا على الديستنيشن واعمل ابلاي. اوكي اجي الى الكيو تري واعمل اضافة كيو واسميه مثلا دي ان اس والمالك عام، وادخل الى المارك باكت اخلي الدي ان اس نوع الكيو كيو الدي ان اس الذي انشأناه واعمل ابلاي. الان اي مستخدم غير مسجل دخول محدد لسرعة الدي ان اس ب 2 كيلو بايت ما بيقدرش يتجاوز هذا السرعة المخصصة له، ولك أن تتخيل أنه يشتي يحمل بسرعة 2 كيلو بايت في الثانية. أنت حر أفضل لي. هذه تحياتي خالد الملصي، أتمنى أن يكون الدرس قد أعجبكم. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة من حلقات دروسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.